مرحبا بكم على قناة خالد بايورسوف. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم غادي نهضروا على محرز ونهضروا على اش قالوا الجزائريين، لان بعد ما نوضوا الجاع عليه علاش يجي لمراكش، علاش يجي لمراكش، ماشي علاش ما يجيش المنتخب، علاش يجي لمراكش. ما كانش عليه يمشي يدوز العطلة ديالو في مراكش، ما كانش عليه يدوز كسائح في مراكش، علما ان مراكش راه في هذه الوقيته بالضبط راه جاو بزاف ديال النجوم الرياضيين السياسيين ثقافيين، وجوه اللي معروفه عالميا جاو، لان مراكش مدينه سياحيه عالميه. بعد هذا الشيء كله اش دار محرز؟ مشى رجع للجزائر، جاب معاه صحابه، اجيو تشوفوا مراكش كي دايره، اجيو تشوفوا الاستقبال المغربي كي داير، اجيو تشوفوا الاجواء هنا، اجيو تشوفوا كيفاش غادي تدوز العطله ديالك بطريقه زوينه في مراكش. نوضوا قرباله عاود الجزائريين، علاش 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 علاش؟ هو كاع ما مسوق لهم ما على بالوش، ومشى حضر مهرجان الضحك ديال مراكش، وخليونا دابا نسمعوا اش قالوا عليه. في اطار السياحه، لكن معليش حنحكيو موضوع اخر كي بلو دونجورو يا خاتي، هو موضوع غسل الادمغه اللي ديما كل حصه نحاول نحطو بين قوسين باش الناس تفهم باللي مالوروزمون ماشي كل قنوات كيف نحنا تطرح الاسئله وتخلي يقولك بالك انا غلط، بالك رايك هو الصحيح، بالك السلطه خاطئه، بالك المواطن كذا. دونك اونوفر حنا لي بورت يعني الاحتمالات كل، كاين ناس لا عندهم غير طريق واحد وكاين ناس ضحايا. حنبداو بخونا محرز. محرز نعم الكابيتان تاع ليكيب ناسيونال يا خوتي، اللي فرح الشجائريين، اللي ماركا ولي زهانة ولي تقلبت الدنيا بالاهداف تاعو وبالمراوغات تاعو الى اخره. اليوم تانا محرز دار مشكله، واش كاين تانا محرز دار مشكله واحده اخرى، وكل الصفحات راهي تحكي عليه. شافوه في مهرجان تاع الضحك، واش فيها سيدي؟ هو راح مهرجان تاع الضحك، المشكله انه المهرجان هذاك عرفتي دابا الكراغلة، سير لأي مهرجان، أي مهرجان سير ليه ديال الضحك ديال البوكاء ديال أكل اللحم الحامي، المهم غير ما تمشيش للمغرب. هذا هو هذا، شو على عقلية عندهم؟ واش حنا هكا كنتعاملوا؟ واش المغربي إلا شاف مغربي مشى شارك في شي مهرجان جزائري غادي يصفق ليه على الجمهور، غادي يصفقوا ليه الناس، ماشي غادي يهاجموه علاش مشيتي للجزائر؟ ما كايناش عندنا حنا هذا الشيء. نظم اسمع مليح في مراكش يا حبيبي، زدنا رجعنا إيه راح لمراكش هي ومن بعد وسليماني راح معاه يا سليماني، وشكون ينظم هذاك؟ لا نظموا جمال دبوز يا لطيف وشارك فيه قسامه، راح الموسوسين هذوك قالوا لهم جمال دبوز هو اللي خلص الاربيتر قسامه باش بردوا لي كيف، بس خلوا واحد الحكايه هك على نشوفوا صح لا فيديو باش نتاكدوا باللي اخونا محرز راح لمراكش للمهرجان. تفضل خويا. طبعا لاي انسان فينا يقول ما هذا خبر عادي، بصح كاين ناس يا خالتي اللي تاثروا باللافاج، هاجوا في الصفحات لدرجه انهم ناضوا يسبوا محرز، ومالفين متعودين على الامور هذه وما يحبوهش، يروح يا يدير فاكونس يا يروح المهرجان يا وعلاه يا اخي؟ وش ماشي ما حابينش يدير فاكونس ولا يروح المهرجان، ما حابينش يروح للمغرب. خصك تسمي الاشياء بمسمياتها، لحد الان راه مازال هاد الدوبل كان وما شدش الوسط، مازال ما كيقولش الحقيقه. قول ما حابينوش يمشي للمروك صافي، ومفهومه باينه. وشكون اللي منظم هذا المهرجان؟ قال لك جمال الدبوز اللي اتهموا انه هو اللي رشا قسامه اللي قالوا لي زالجيريا، و خصهم يرسلوا شي دعوه ديال الحضور لقسامه. تصوروا كان حاضر قسامه كيتفرج والدبوس هو اللي منظم هذا وحاضر ليها محرز، راه شي حاجه. لا لا لا، هو بالنسبه ليه رانا في حرب، فتقولوا لا روسيا واوكرانيا في حرب، لا 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 احنا تانا في حرب، وهذه تعتبر خيانه للوطن. راك سور؟ نسمعوا احد المواطنين، وحنا ما ننتقدوش هو كشخص، ولما انا الفكره اللي حاب ينشرها طبعا اللي راح تتداول في الصفحات، وهذا يرد على هذا، ولكن نسمعوا تاثير يا خاوتي اللافاج تاع العقول. تفضل. شفتوا اللي فيه تاع غسل العقول كيفاه؟ خلاص يعني يسب يا اخي، يسب النشطاء، سب الحراكيين، سب الصحفيين، خلاص محرز دار ما يعرفش وما تستاهلش وكذا. علاه؟ لانه راح للمغرب. وعلى هذا الجان تسمى سيان جان، خاطرك فهم مسكين واقتنع انه كيما قال الدوله تاعي راهي في حرب مع المغرب. ودي لا ما كانش منها يكتبوا عليك، ما كان والو. هما خصهم يعرفوا اولا ان محرز الام ديالو مغربيه، هذه من جهه. خصهم يعرفوا اننا لا نعاملهم بالمثل، كنعاملهمش بالمثل، هما حاقدين علينا،
هما كيشوفوا غير فين ينوضوا البلباله في المغرب، هما كيشوفوا غير يسيئوا لدوله المغرب، لكن المغرب ما على بالهاش. كون المغرب بقات حاضيهكم حتى هي ما غاديش توصل لان مراكش بدا يجيو ليها نجوم عالميين. كون المغرب بقات تبعكم ما غاديش تبني اطول برج في افريقيا. كون بقات تبعكم ما غاديش يولي الاسم ديالها عنده ثقل في المنطقه. وما عندنا لا غاز لا بترول، انتم غاز لا بترول وكل شيء كرهكم وكل شيء مسحيدو منكم. اخر حاجه هي الدول العربيه كلها وقفت مع المغرب وقالت لهم غادي يوقفوا مع المغرب في الوحده الترابيه ديالو. يعني هذا الشيء راه ميساجات كي غير هما ما بغاش يفهموا. وخرج عاود داك الديناصور داك وجه راس فراس النار داك معارفه ولا مشاكره ولا شاكر معارفه ولا عارف مشاكره ولا سميتو، خرج قال لهم هذا الشيء. قال لهم في الاول كنت كنقول ان الجزائر خسرات سياسيا لان ولا كل شيء ضدها، الاوروب ضدها، العرب ضدها، اسبانيا كل شيء ضدها. قال لي ولكن اكتشفوا واحد الحاجه. عرفت انا الاكتشاف ديال الجزائري. الاكتشاف ديال الملف ثقيل. قال لهم اكتشفت ان هذيك السياسه شيطانيه ديال الجزائر. قال لي دابا غادي نمشيو لروسيا. واش انت رونتي مع العالم كامل؟ روسيا مسالياك دابا روسيا ولاش غادي دير لك روسيا؟ عرفتي هذا راس فرس النار تحفه نادره. كيخرج ضروري هو كيرجع راسو الجزائر على حق. وخرجوا كيعطي السلام للجنرالات الكبرانات. باغي دير بلاصتك معاهم، باغي يدوروا معاك. اذا وصل اخر هذا الفيديو، مازال اخر الفيديو نسمع وكيفاه درك تزيد حتى اللي يروح لاسبانيا تانا كيف ما تروحوش لاسبانيا، يا اللي عايشين في اسبانيا هبطوا. ولات رمز من الوطنيه. شتو كيفاه هاد السلطه يا خاوتي تحب تضم ناس لها في قضايا خاطئين هي المهم امشي مع الدوله، احنا مع الوطن ديالنا في امور باينه. هذه مشكله تسمى مشكله خلقتها انت وقاعد تتخبط فيها انت، على حاب تدخلني فيها الى درجه تعود تنكر حتى ناس اللي معروفين بحبهم الوطن كيما محرز كان هو يلعب في الاوروب لاباس بيه يا خاوتي، راهو ما تما شي ما خاصو يجي على الجزائر ويلعب باللي بيكور مسكين تلمو مبليسي. واليوم شوفوا السلطه تاعنا عجل الموقف تاعها باش تضم ناس لها ولي معاها ما كونترنا وندخلوا هذا في هذا تتخلط يا خاوتي على جال شي على جال كيما يقول اخوانات عندهم كونفلي بوليتيك. هذا هو غسل العقول. غسلوا العقول ديالكم وخلاوكم انكم تكرهوا المغرب وتكرهوا اي واحد مشى للمغرب من اجل واحد 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 زعما واحد الصداع اللي نتوما بعاد عليه، زعما واحد القضيه نتوما بعيدين عليها. كتهضروا على الصحراء مغربيه بعيدين نتوما كل البعد عليها وخاشين الانف ديالكم فيها وصدقتوا حاقدين على المغرب وكتحقدوا الشعب ديالكم على المغرب، والحقيقه شيء اخر. إذا كما شفنا لعاب عطاء كما قال دوبل كارل، قال لك عطاء وكان في الأوروبا قادر أنه يعيش مزيان بلا ما يجي يمثل الجزائر وهذا وهذا، الكرة ما أدري كون جا ومثل البلاد وهذا، ودابا غير مشى سافر لمراكش ضربوا كل شيء في الزيرو. صافي راه ما خصوش يمشي للمغرب، هو جزائري ما يمشيش للمغرب. واخا الأم ديالو مغربية ما يمشيش للمغرب، ما يزورش مراكش. وتصور انه حط شي تدوينه كيهاجم فيها المغرب غادي تهلاو فيه مزيان. اي واحد سب المغرب كما كيديروا دابا مع الدحراجي راه في كل تدوينه كيسب فيها المغرب كيدوزوا ليه ملايير للكونت ديالو. اذا وصلنا لاخر هذا الفيديو، بغات الاراء ديالكم في لي كومونتير، والسلام عليكم. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك بقناتنا حتى يصلك الجديد.